يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأخذ من اللحية أو تقصيرها هل يعد من المعاصي؟ نعم، اللحية لا يؤخذ منها، تترك كما هي، ترسل وتكرم وتعفى ولا يتعرض لها، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في اللحية. وفي الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفائها وإرسالها وإكرامها وتوفيرها وعدم أخذ شيء منها. نعم.